أخبار اليوم. دكتورة إيناس محمود حامد، رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال مع دراسات الطفولة جامعة عين شمس. النهاردة المؤتمر الصحفي لبدء فعاليات مهرجان المسرح للطفل والعرائس اللي هيستمر إن شاء الله لغاية يوم 29 إبريل. المهرجان دوت الرسالة الأساسية هو إحياء دور المسرح بشكل عام والمسرح الطفل بشكل خاص. زي ما دايما بنقول ان بناء الوطن بيبدا ببناء المواطن، والمواطن عندنا هو الطفل في هذه المؤسسه الصغيره. بنقول ان الطفل هو بمراحله العمريه المختلفه يجب ان يكون هناك وعاء ثقافي يقدم له المفاهيم وليكون شخصيته بشكل جيد. هذا المصدر نتمنى أنه يكون من خلال العلاقات ما بين مصر وما بين الدول العربية يديله معلومات أكتر، يديله مفاهيم أعلى في حدود القيم المتعارف عليها إن شاء الله. المهرجان قدر الحمد لله من خلال، يمكن هو بدأ بفكرة داخل قسم الإعلام وثقافة الأطفال، لكن بمعاونة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب يوسف والأستاذة الدكتورة هيام أنهم يقدموا لنا كافة الإمكانيات المادية والبشرية بشكل جيد حتى يستطيع الخروج بهذا المهرجان بالشكل اللائق. الحق ان في بالاضافه لوزاره التعليم العالي التابعين لها، في اربع وزارات كانوا ليهم دور قوي. وزاره الشباب والرياضه وهي الراعي الرسمي قدرت ان هي تدينا نقطه كانت هامه جدا بالنسبه لنا، وهي اقامه الوفود وتقديم التسهيلات الخاصه للفرق الخاصه بهذه العروض. وزارة الشباب أدت هذا العمل، وكذلك وزارة الثقافة أدتنا الحديقة الثقافية للعروض لتقديم العروض. وزارة التربية والتعليم الدكتور هاني أمر أن يكون المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تدينا المسارح المخصصة لتقديم هذه العروض لأولادنا بشكل مجاني حتى يستفيد أطفال مصر بشكل عام من هذه العروض الجيدة. وزارة الآثار فتحت المزارات للوفود، وذلك لنشر نوع من السياحة الداخلية بشكل جيد لتنتقل صورة مصرنا الحبيبة بشكل أفضل في كل المكان، وهي لها مكانتها ولها دورها إن شاء الله.